بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرة المحاضرة الثانية من محاضراتنا في CNS Physiology. محاضرة اليوم إن شاء الله راح نحكي شوي عن السباينال كورد، أو اللي هو الحبل الشوكي زي ما نعرف. هلا السباينال كورد، لو أخذت أنا وياكم كروس سكشن بالسباينال كورد، بلاقي إنه أنا في عندي two different areas in the spinal cord. area بسميها white matter، تمام؟ وarea شو بسميها؟ بسميها gray matter. اتفقنا أنا وياكم في المحاضرة الماضية إنه white matter شو يعني؟ white matter يعني axons، وgray matter شو يعني؟ gray matter يعني cell bodies of neurons. أوكي، يعني cell bodies اللي هو cell bodies of neurons، تمام؟ فال white matter أو اللي هي الأكسونز، واتفقت أنا وياكم على مصطلح مبارح حكيناه إنه the collection of axons outside the central nervous system made what اللي هو make what I call tracts. أوكي، فببساطة يعني هلا هاي المعلومات مش حتنسألوا عنها يعني الآن، تمام؟ لأنه عندنا محاضرات كاملة عن the tract of the spinal cord، ولكن أنا بدي إياك تعرف إيش مقدمة بسيطة. طيب، فال وايت ماتر هي عبارة عن كوليكشن اوف اكسون، عبارة عن تراكت، وظيفتها هي نقل المعلومات من الدماغ الى اللي هو من الدماغ الى الاطراف ومن الاطراف الى الدماغ. فهي ترانسفير انفورميشن فروم ذا سنترال نيرفس سيستم، تمام؟ فهي عبارة عن اللي هو انفورميشن ترانسميتر، اوكي، فروم ذا سنترال نيرفس سيستم تو ذا بيريفري اند فايس فيرسا، فروم ذا بيريفري تو ذا سنترال نيرفس سيستم. Okay, this is the main function of the tract. ورح نحكي عن التراكت إن شاء الله في المحاضرة القادمة. Today أنا مهتم إنه نناقش أنا وياكم أكثر اللي هو the gray matter، أو اللي هو the collection of cell bodies inside the spinal cord. This is the gray matter. The gray matter, the function. لو أحد سألك بالشارع شو هي the function of the gray matter of the spinal cord، وظيفتك إنك جاوبه integration. شو يعني integration؟ integration يعني ربط وظيفي، أوكي، ما بين السنسوري نيورونز والموتور نيورونز، أو ما بين السنسوري نيورونز مع السنسوري نيورونز، أو ما بين الموتور نيورونز مع الموتور نيورونز. فالintegration، تمام؟ أو إذا تقدر أو لو بدكم تحكوا سينابس، تمام؟ فهو وظيفة الجراي ماتر إنها تعمل سينابس، أو بيصير فيها سينابس ما بين different axons أو different neurons of the center of the motor or the sensory systems in the body. حلو الكلام. طيب هلا بشكل عام، تمام؟ شايفين هذا كله الحكي لا بطعم خبز ولا بودي ولا بجيب. الحكي تبعنا اللي انا وياك بدنا نركز عليه اليوم، تمام، اللي هو موضوع الريفلكسز، تمام؟ ايش اسمه ريفلكسز، او ايش اسمه منعكسات، تمام؟ او ايش بسميه منعكسات. هلا لو انا بدي اعرف شو يعني منعكس حركي، شو بحكي لك؟ بحكي لك هو عبارة عن involuntary movement، تمام؟ لاحظوا مع التعريف، تمام؟ هو عبارة عن involuntary movement، involuntary movement in response to what? To sensory stimuli. تمام، ركز معي، هذا هو التعريف. خلينا انا وياك نتناقش بالتعريف. انا عندي involuntary movement، تمام؟ انا شوفي عندي في عندي involuntary movement، يعني involuntary movement، يعني involuntary movement يعني هي عبارة عن حركة لا إرادية، تمام؟ هي عبارة عن حركة لا إرادية، تمام؟ وزي اتفقت انا وياكم انه الحركة اللا إرادية مين بيعملها عندي؟ الموتور نيورون، تمام؟ in response to sensory stimuli، يعني انت بتتحرك حركة معينة، تمام؟ استجابة لمؤثر حسي معين، استجابة لمؤثر حسي معين، وهذا المؤثر الحسي ينقل إليك عن طريق ايش؟ عن طريق sensory neuron. طيب هلا انت مشان بدي اقرب لك الفكرة اصلا، انت لما تحط ايدك على اشي سخن مثلا، او على اشي حامي، او على اشي مؤلم بشكل عام، بتقيم ايدك بسرعة. قيمت ايدك بسرعة، هاي ريفلكس اتسلف، تمام؟ هاي ريفلكس اتسلف. فانت عمالك بتقيم
ايدك تمام in response to pain. فانت عملت involuntary movement in response to ايش؟ in response to انت عملت اللي هو انت عملت involuntary movement in response to sensory stimulation. تمام، لاحظوا هون هاي الرسمة اللي عندنا هون بتوضح اجزاء السنسوري او اللي هو الimportant structure for reflexes، اللي هي بتوضح عندك الاشياء المهمة مشان انت تصير في عندك reflex في نهاية المطاف. تمام، طيب هلا بدي اضل انا وياكم نتذكر التعريف، لانه انا وياكم اذا ذكرنا التعريف فما فيش علينا خوف، تمام بنفهم كل شيء. طيب التعريف كمان مرة هو عبارة عن involuntary movement in response to a sensory stimuli. طيب هلا اول شيء خلينا نبلش بالسنسوري ستيمولاي. تمام، شو هو السنسوري ستيمولاي؟ اللي هو اي مؤثر حسي، سواء كان الم، سواء كان شد، سواء كان بغض النظر، هو عباره عن مؤشر حسي بسميه سنسوري ستيمولاي. هلا انا السنسوري ستيمولاي تمام او هذا المؤثر الحسي الايجابي بدي اعمل في شغلتين. الشغله الاولى بدي احسه، والشغله الثانيه بدي انقله. يعني هلا انت مشان تحس اي مؤشر حسي بدك اول اشي انك تكون عندك اللي هو اشي بسميه سنسوري ريسبتور. لا شو يعني سنسوري ريسبتور؟ سنسوري ريسبتور اللي هو عبارة عن مستقبل حسي، اللي هو عبارة عن مستقبل حسي بيغير التغيرات الحسية اللي صارت او بيحس بالتغيرات الحسية اللي صارت. هذا شو بسميه؟ بسميه سنسوري ريسبتور. تمام، هلا هذا السنسوري ريسبتور it will detect اللي هو السنسوري انفورميشن. تمام، بحس بالمعلومات الحسية اللي اجت وبنقلها عن طريق ايش؟ بنقلها عن طريق سنسوري نيورون. تمام، عن طريق سنسوري نيورون. شو عن سنسوري نيورون؟ حكينا انه عصبون حسي، حكينا البيريفيرال نيرفس سيستم يقسم الى جزء موتور مسؤول عن الحركات عن العضلات، ومسؤول عن جزء سنسوري مسؤول عن الاحساس. فانت في عندك سنسوري نيورون، هذا السنسوري نيورون تمام بيجيب الاحساس هذا عن طريق اكشن بوتنشلز، وبرجع وين؟ برجع بفوت على جراي ماتر اوف ذا سباينال كورد. تمام، برجع عن الجراي ماتر اوف ذا سباينال كورد. هلا في داخل السباينال كورد بيعمل سينابس مع شيء اسمه انتر نيورون، مش مهم كثير لنا هسه. تمام، المهم انه الانتر نيورون بيعمل سينابس مع انذر نيورون. شو هو؟ هو موتور نيورون. تمام، اللي هو ايش؟ موتور نيورون. الموتور نيورون بيطلع من السباينال كورد. طيب خليني انا وياك نناقش الان انتقلت المعلومات الحسية تمام، او انتقلت المعلومات من السنسوري نيورون وراحت للموتور نيورون تمام عن طريق انتر نيورون. هلا المكان، فانا صار في عندي انتجريشن ما بين الموتور نيورون وما بين السنسوري نيورون. حلو الكلام، وما بين الموتور سيستم، وما بين صار في عندي انا انتجريشن ما بين الموتور سيستم وما بين ما بين الموتور سيستم وما بين ايش؟ السنسوري سيستم. هلا المكان اللي بيصير فيه هذا الانتجريشن او الاناتوميكال لوكيشن اوف ذس انتجريشن از كولد انتجريتنج سنتر، از كولد وات؟ از كولد انتجريتنج سنتر. سو ذا انتجريتنج سنتر اللي هو از لوكيشن ان ويتش ذير ويل بي انتجريشن بتوين ذا سنسوري اند ذا موتور نيورون. كمان مره، الانتجريتنج سنتر اللي هو المحل اللي انا بصير فيه عندي دامج، لا اللي هو المحل اللي انا بصير فيه عندي اللي هو دامج او نقل المعلومات الحسيه الى معلومات عصبيه، نقل المعلومات الحسيه الى نقل المعلومات الحسيه الى معلومات عصبيه. تمام، هذا هو السنسوري نيورون او اللي هو الانتجريتنج سنتر. حلو الكلام، حلو الكلام. فالانتجريتنج سنتر تمام بدخل عليه السنسوري نيورون، بيطلع منه موتور نيورون. طبعا الانتجريتنج سنتر عاده ايش بيكون؟ بيكون السباينال كورد اللي هو الموست امبورتنت انتجريتنج سيستم بالجسم، اللي هو السباينال كورد. تمام، ومرات بيكون البرين، مرات بيكون البرين. هلا هذا الموتور نيورون في نهايه المطاف راح يروح وين؟ راح يروح على عضله معينه. تمام، هذا ال تمام راح يروح ايش؟ راح يروح على عضله معينه. تمام، فانت بصير في عندك ريسبونس لهي العضله، بصير في عندك كونتراكشن او انقباض لهي العضله. تمام، فهي هي ايش الفكره العامه يا احباب، السنسوري نيورون والموتور نيورون وما الى ذلك. حلو الكلام، حلو الكلام. اذا انت مشان يصير في عندك ريفلكس تمام بدك تحس سنسوري ستيمولاي، فهمت؟ بدك سنسوري ريسبتور وبدك سنسوري نيورون. بس هيك لا، بدك انتجريشن سنتر زي السنتر نيرفس سيستم، بدك موتور نيورون مشان ننقل الحركه، وبدك افكتور. الافكتور عاده بيكون اللي هو العضله، الافكتور اللي هو بيكون المسل تمام او الجلاند، مرات بتكون جلاند ذات از سبلايد تمام باي ذس موتور نيورون، باي ذس ايش؟ باي ذس موتور نيورون. تمام، طيب هلا في حال كان في عندي الانتجريتنج سنتر
تمام في حال كان عندي الانتجريتنج سنتر هو السباينال كورد. شو بسميها؟ بسميها سباينال ريفلكس. وفي حال كان في عندي الانتجريتنج سنتر هو البرين، شو بسميها؟ بسميها برين ريفلكس، او إلها اسم ثاني بسميها كرانيال ريفلكس. هلا كرانيال يعني برين، تمام؟ فانا ممكن يكون في عندي سباينال ريفلكس، ممكن يكون في عندي كرانيال ريفلكس، حسب ايش؟ حسب اللوكيشن اوف ذا حسب اللوكيشن اوف ذا انتجريشن سيستم. هلا انا وياكم راح نحكي الان عن اللي هو فور سباينال ريفلكسز، تمام؟ إشي بسميه stretch reflex، أو إشي بسميه Golgi tendon reflex، أو اللي بسميه inverse stretch reflex، شمعًا؟ وإشي بسميه flexor withdrawal reflex، والفليكسر وذ درو الريفلكس تمام نفسها بنفس اللحظه تيجي معها كمان ريفلكس، تيجي معها كمان ريفلكس اللي بسميها اكستنسور كروس ريفلكس. تمام، فاحنا راح نحكي عن هذول الثلاث او اربعه تمام الريفلكسز، الاسترتش، الجولجي، الفليكسر وذ درو الريفلكس، والاكستنسور كروس ريفلكس. هلا عن كل وحده، عن كل وحده تمام لازم نعرف الانيشال ستيمولاي والانيشال ستيمولاي والسنسوري ريسبتور، تمام الانيشال ستيمولاي والسنسوري ريسبتور. حلو الكلام. طيب او طبعا في عندي another classification مش مهم كثير إلنا، اللي هو انواع الريفلكسز، انه في ريفلكسز انا بحس فيهم تمام زي سوماتيك ريفلكسز، كل شيء راح نحكي اليوم هو سوماتيك ريفلكسز. هلا في ريفلكسز ثانيين بسميهم فيسرال ريفلكسز، اللي هم ريفلكسز تمام وسنسور ستيمولاي واكشنز انا ما بحس فيهم اصلا. هذول ان شاء الله راح ناخذ امثله كثير عليهم بالجاسترو انتستينال سيستم، اللي هو راح ناخذ ان شاء الله بعد السنترال نيرفس سيستم. تمام، إذا السوماتيك ريفلكسز بحس فيهم، الفيسرال ريفلكسز ما بحس فيهم. تمام. طيب هلا بدي نبلش انا وياكم باول وحده اللي هي الاسترتش ريفلكس. تمام، استرتش ريفلكس بدي احدد انا وياكم شو هو السنسور ريسبتور، شو هو السنسور ستيمولاي، تمام الموتور نيورون شو بيعمل، والانتجريتنج سنتر حكينا لكل شيء اليوم عباره عن سباينال ريفلكس. اليوم راح ناخذ فقط سباينال ريفلكسز وكلياتهم سوماتيك سباينال. تمام، سوماتيك يعني بحس فيهم، سباينال يعني او نواعي فيهم، وسباينال يعني انه الانتجريشن سنتر السنتر بي اتش بي ال ال الانتجريشن سنتر اتش بي ال ال بالسباينال كورد. تمام. هلا في شغله بدي افهمك اياها قبل ما نبلش، انه المسل فايبرز نوعين، المسل فايبرز نوعين، في عندي مسل فايبرز بسميهم اكسترا فيوزل، وفي عندي مسل فايبرز تمام نادرين هذول بسميهم انترافيوزل. الانترافيوزل مسل فايبرز هم عبارة عن مسل فايبرز محشيين في باج، تمام بسميهم انترافيوزل، they are fused inside a certain structure. اوكي، فمش هيك بسميهم انترافيوزل مسل فايبرز. طب شو اللي بيهمني انا قاعدين بنحكي نيورو، ليش بنحكي مسلز؟ اللي بيهمني انه هذول الانترافيوزل مسل فايبرز لهم اسم بسميهم مسل سبندلز. والمسل سبندلز بالاساس هم عباره عن شو؟ هم عباره عن ستريتش ريسبتور. هلا عشان ستريتش ريسبتور، ستريتش ريسبتور يعني انه ريسبتور حساس للستريتش، يعني انه الستريتش ريسبتور يعني انه ستريتش انه ريسبتور حساس للستريتش. خليني انا وياك اقول لك شو اللي بصير في عندي. تمام، لاحظ عندي هون، انا عندي هذا الانترافيوزال فايبرز اللي انا سميتهم مسل سبندلز. تمام، انت يا عزيزي قاعد بالعياده تبعتك، فعندك المطرقه تبعت الدكتور، حلو الكلام، فرحت ضربت وين؟ ضربت على ركبه المريض، حلو الكلام، زي ما بتشوفوه بال بال
إذا حدا فيكم انفحص أو شاف حدا بنفحص، تمام، اللي هو الدكتور لما يضرب المطرقة على الركبة، تمام، يشوف حركة المريض، تمام. فأنت ضربت بالمطرقة تبعتك على الركبة، هلا هالشي، تمام، راح يشد هاي المسل لقدام مليمترات بسيطة جدا، أنت ما تحس فيها، مليمترات، أقل من مليمترات، تمام، مايكرومترات let's say، تمام. بس بشكل عام اللي راح يصير في عندي انه راح يصير في عندي شد للمسل فايبرز، راح يصير في عندي شد للمسل فايبرز، تمام. هلا هذا الشد او الاسترتش اللي صار it will be sensed، تمام، وراح يتم الاحساس فيه من وين؟ من السنسوري ريسبتور. السنسوري ريسبتور راح يحس فيه، السنسوري ريسبتور السنسوري ريسبتور السنسوري ريسبتور، تمام، راح يحس بالاسترتش اللي صار. هلا بس يحس بالاسترتش، تمام، شو بيعمل؟ بيودي معلومات عن طريق السنسوري نيورون اللي مرتبط فيه لوين؟ للسبينال كورد، للجراي ماتر اوف ذا سبينال كورد. حلو؟ ان ذا جراي ماتر اوف ذا سبينال كورد راح يتحد مع ايش؟ راح يتحد مع موتور نيورون، تمام. هلا هذا الموتور نيورون راح يروح على نفس العضله اللي اجى منها، تمام، او نفس العضله اللي موجود فيها المسل سبندل، وشو راح يعمل فيها؟ راح يعمل فيها كونتراكشن، تمام، بيعمل فيها كونتراكشن. حلو. طيب ليش راح يعمل فيها كونتراكشن؟ هلا هاي بروتكتيف ميكانيزم، ال 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 الجسم بخاف انه العضله تتمدد بشكل كثير كبير، تمام، فمشان هيك عندها هاي الاسترتش ريسبتورز. الاسترتش ريسبتور الاشي اللي بتعمله الاسترتش ريسبتور، تمام، انه في حال العضله صار في عندها شويه تمدد، تمام، في حال العضله صار في عندها شويه تمدد، شو بتعمل العضله؟ المسل سبندلز تودي اشارات مشان يصير في كونتراكشن بهاي العضله. ليش؟ لانه الكونتراكشن شو بيعمل بطول العضله؟ يعني العضله طولها هيك، تمام، لما يصير لها كونتراكشن بتقصر، تمام. فلاحظ انه الستيمولس كان ستريتشنج اوف ذا مسل اللي هو اطاله العضله، والريسبونس كانت تقصير العضله، هاي نيجاتيف فيدباك، تمام، مشان انه انا احافظ على طول العضله، مشان احافظ على طول العضله ما يصير في عندي اي تمطيط ما له داعي، تمام، تمام. طبعا هلا مشان انتم تكونوا بالصوره، المسل سبندلز لها هول اذر فانكشنز، اوكي، بس احنا مطلوب منا اللي هو جزئيه الريفلكس فقط، تمام. طيب نعيد الريفلكس، شو بصير في عندي؟ اللي بصير انه انا بصير في عندي الستيمولس، تمام، الستيمولس بيكون بصير في عندي ستريتش بالعضله، الستيمولس بصير في عندي ستريتش في العضله، تمام. فانا في عندي سنسوري ريسبتور اللي هو اسمه ماسل سبندل، اللي هم themselves عبارة عن intrafusal muscle fibers، وحكينا intrafusal muscle fibers هم عبارة عن muscle fibers محجوزين جوا اللي هو a gap of connective tissue، تمام، اللي هو جوا a gap of connective tissue. حكينا انه هاي gap of connective tissue is making the intrafusal fibers. اوكي، فشو الريسبونس؟ لاحظوا الريسبونس، ركزوا لي عليها، كونتراكشن اوف ذا سيم مسل، هلا الريسبونس هاي كثير مهمه نفهم الكاركترستكس لهاي الريسبونس اللي هو كونتراكشن اوف ذا سيم مسل. شو يعني كونتراكشن؟ كونتراكشن يعني انقباض، تمام. هلا بما انه هاي الريفلكس بتعمل كونتراكشن، فهي عبارة عن ايش؟ عبارة عن اكسايتاتوري، او انا بسميها اكسايتاتوري ريفلكس، شنو اكسايتاتوري ريفلكس؟ يعني منعكس تحفيزي، يعني انا لما احفز العضلة بصير العضلة كونتراكشن، تمام. فبما انه الريسبونس صار كونتراكشن بالعضلة كريسبونس، فمشان هيك انا بسميها هاي الريفلكس اكسايتاتوري ريفلكس، تمام. شو بسميها؟ بسميها اكسايتاتوري ريفلكس. وفي كمان معلومة لازم نعرفها، انه بما انه الكونتراكشن صار تو ذا سيم مسل، تمام،
هالشي شو بعمل عندي او هالشي شو بسميها؟ بسميها ابسي لاترال ريفلكس. ابسي لاترال ريفلكس بسميها ابسي لاترال ريفلكس. هلا شو يعني ابسي لاترال؟ ابسي لاترال معنى الحرفي لابسي لاترال اللي هي سيم سايد، لانه راح يمر معنا لقدام شوي شيء اسمه كونترا لاترال ريفلكس. تمام، المهم بدي اياك تعرف لي الان اللي هو الابسي لاترال ريفلكس. الابسي لاترال ريفلكس يعني ابسي لاترال انه صار في عندي كونتراكشن او الريسبونس، بغض النظر شو كانت الريسبونس، كانت بنفس العضله اللي موجود فيها الريسبتور او بنفس الجهه من الجسم اللي موجود فيها الريسبتور. تمام، يعني مثلا لو انت، لو انا ضربتك بالمطرقه على ايدك، على ركبتك اليمين، تمام، بلاحظ الحركه باجرك اليمين، مش راح الاحظها باجرك الشمال، فمش هيك بسميها ابسي لاترال. ابسي لاترال يعني سيم سايد، ابسي لاترال يعني سيم سايد. متفقين انا وياكم؟ متفقين. فشايفين هذا هو ملخص هاي الريفلكس، هذا هو ملخص هاي الريفلكس. طبعا الفانكشن لو يعني بدنا نغلب حالنا كمان شوي، شو هي الفانكشن؟ اتفقت انا وياكو، تمام، اللي هو prevent over stretching. prevent over stretching تمام. فهذا ال هذا تمام ال هذا هو اللي هو اهم الاشياء لازم تعرفها انت عن الاستريتش ريفلكس. حكينا عن الاكسترا فيوزال فايبرز، اوكي، حكينا انا وياكم عن الاكسترا فيوزال فايبرز. تمام، حكينا انه اي اولينجيشن بصير عندي بالمسل، تمام، زي لما اضرب انا بالهمر، المسل سبندل راح تفرز او راح تودي اشارات للسنسوري عن طريق السنسوري نيورال سباينال كورد، بعدين راح يصير في عندي كونتراكشن، and this contraction is initiated by the motor neuron. تمام، فهاي بالنسبه شايفين هاي ال شايفين هاي هي الني جيرك بسميها الريفلكس هاي. طبعا انت بتعملها مش فقط على الني، ممكن تعملها على الانكل، ممكن تعملها على الالبو، يعني بتعملها باكثر من منطقه في الجسم، ولكن هي اكثر منطقه مشهور فيها اللي هي الني، اكثر منطقه اللي هو المشهور فيها ايش؟ الني. تمام، طيب، فهاي اللي هو اهم شيء ممكن تساعدني تساعدني تمام هالريفلكس تو مينتين بوستشر، تمام، عن طريق الاكتيفيشن اوف ذا جاستريك نيميس مسل. الجاستريك نيميس مسل اللي هي المسل اللي بتعمل البطه عندك، تمام، بحيث انه انت لما تنحني قدام بصير في عندك ستريتشنج لاغلب العضلات اللي موجودين بالبوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج والبوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ثاي، فهالشيء بحفز الكونتراكشن لهي العضلات، فبمنعك توقع. يعني ما تركزوا على الميكانيزم، لانه يعني بدها اناتومي باك جراوند، وما راح تنسالوا عنها، يعني الاسئله ان شاء الله بالسينس راح تكون خفيفه لطيفه. تمام، فعرفوا لي انها بريفنت اوفر ستريتشنج اوف مسل وهيلب ان مينتين بوستشر. انه ما بعرف شو هي البوستشر، اللي هي وضعيه الجسم، انك هي تكون وضعيتك اللي وضعيه سليمه. تمام، فهي بالنسبه لايش؟ للاسترتش ريفلكس. تمام، حلو، هاي اهم الكاركترستكس. طيب هلا في كمان كاركترستكس بدي احكي عنها انا وياكم. حلو، انه هاي الريفلكس بسميها مونو سينابتيك ريفلكس. تمام، بسميها ايش؟ بسميها مونو سينابتيك ريفلكس، بمعنى اخر انه انا راح انه هذا السنسوري نيورون راح يعمل سينابس وذ اونلي ون موتور نيورون، راح يعمل سينابس وذ اونلي ون موتور نيورون، فهي بسميها مونو سينابتيك. طبعا زي ما بنعرف انه هي عباره عن اكسايتاتوري ريفلكس، اتفقنا انا وياكم، حكينا انها ايش؟ انها ابسي لاترال. هلا اخر شغله راح نحكيها عن هاي الريفلكس قبل ما نمضي، تمام، اللي هو شيء مصطلح بسميه ريسبريكال انهيبيشن. تمام، هلا العضلات في جسم الانسان، تمام، بتشتغل كاغونست وانتاغونست. تمام، نعتبر ان عندك هون الهيومرس، تمام، وهذا الالبو جوينت، وهاي الفور ارم، نعتبر انه هاي الارم وهاي الفور ارم اللي هي الذراع والساعد. تمام، وعندك هون الالبو. هلا انت في عندك عضلات موجوده قدام، وانت في عندك عضلات موجوده ورا، صح؟ هلا هذول العضلات اللي موجودين قدام شو بيعملوا؟ تمام، نعتبر انهم بيعملوا، يعني اغلبكم الان المفروض يكون ماخذ
أغلبكم الآن يكون المفروض يكون ماخذ ال أغلبكم الآن المفروض يكون ماخذ اللي هو أناتومي، تمام؟ فهلا العضلات اللي قدام نعتبر إنهم بيعملوا فليكشن على الإلبو جوينت، العضلات اللي وراء نعتبر العضلات اللي وراء نعتبر إنهم بيعملوا إكستنشن، نعتبر إن العضلات اللي وراء بيعملوا إكستنشن على الإلبو جوينت، نعتبر إنهم بيعملوا إكستنشن على نعتبر إنهم بيعملوا إكستنشن على الإلبو جوينت، تمام؟ فهذول العضلات بسميهم أنتاغونيستيك مسل، هذول العضلات هذول بسميهم أنتاغونيستيك مسل، ليش؟ لأنهم بيعاكسوا عمل هذول العضلات على نفس المفصل. حلو الكلام، بيعاكسوا عمل هذول العضلات على نفس المفصل. طبعا هاي الفكره تكرر في جميع المفاصل في الجسم، يعني انت اغلب المفاصل عندك مسلز اغونست وانتاغونست، في طالما انه عندك في عضلات بتعمل فليكشن اكيد في عضلات راح تعمل اكستنشن، تمام؟ والامر لا يختلف هون، تمام؟ بالني الكلام بالني العضلات اللي قدام هون هذول بيعملوا اكستنشن اوف ذا ني، والعضلات اللي ورا اللي هو الانتاغونستيك مسلز بس بيعملوا فليكشن على الني، تمام؟ فمشان هيك شو اللي بيصير في عندي انا اللي مشان هيك مشان هيك بالفليكسور ريفلكس، تمام؟ السنسور نيورون، تمام، بيعمل سينابس مع نذر، بيعمل سينابس مع نذر انتر نيورون، وهذا الانتر نيورون بيعمل سينابس مع الموتور نيورون اللي بيغذي العضلات اللي رايحين ورا، بيغذي العضلات اللي رايحين ورا، تمام؟ او اللي هو الانتاغونيستيك مسل لهذول، الانتاغونيستيك مسل للمسل اللي فيها المسل سبندل اوريدي او اللي فيها الانترافيوزال فايبرز، وبيعمل لهم انهيبيشن، هذا بسميه ريسيبريكال انهيبيشن. طب معناته لو بدي اعرف الريسيبريكال انهيبيشن بناء على فهم شو بحكي، بحكي هو عباره عن انهيبيشن اوف ذا انتاغونيستيك، عباره عن انهيبيشن اوف ذا انتاغونيستيك جروب، عباره عن انهيبيشن اوف ذا انتاغونيستيك جروب اوف مسلز، تمام، ديورينج ذا ريفلكس، اوكي، اللي هو انهيبيشن اوف ذا انتاغونيستيك مسلز، عن طريق انه هذا السنسور نيورون بيعمل سينابس مع انهيبيتوري انتر نيورون، الانهيبيتوري انتر نيورون بيعمل انهيبيشن للموتور نيورون اللي بيغذي الانتاغونيستيك مسل، بصير في عندي انا انهيبيشن لهذول الانتاغونيستيك مسل، وبصير في عندي ريلاكسيشن اوف ذا انتاغونيستيك مسل. فهي الريسيبريكال انهيبيشن طبعا بنشوفها باغلب السباينال ريفلكسز او معظم السباينال ريفلكسز بلاقي فيها ريسيبريكال انهيبيشن، تمام؟ يعني هي مش فقط خاصه بي والله بالفليكسور والديور ريفلكس، لا، تمام. طبعا ما تهتم بتفاصيل النيجر كريفلكس او ما تهتم بتفاصيل الدستراكشن والفولس بوزيتيف دايجنوسيس، يعني ما اللي هو دونت ستريس اباوت ذم، اوكي. بس بشكل عام انت المريض طبعا هاي الـ لازم تلحي المريض، لان المريض احتمال يحرك اجره لحاله، او احتمال اذا كان منتبه كثير احتمال انه ما يحركها او يمنع تحريكها، تمام، بشكل واعي. فهمت علي كيف؟ طيب، فهاي هي بالنسبة للفليكسر والدرال ريفلكس. هلأ في عندي another ريفلكس، شو اسمها؟ اسمها inverse motor stretch reflex، تمام؟ وهاي عكس الستريتش ريفلكس تماما، تمام؟ عكس ايش؟ عكس الستريتش ريفلكس تماما. كيف تماما يا عبد الرحمن؟ تماما، لأنه يا أحباب عندنا هون أنا بمنع، تمام، انا بمنع اللي هو الكونتراكشن اللي زياده في العضله، تمام، بالستريتش ريفلكس بمنع الستريتش اوف ذا عضله، وبالفليكسر الانفيرس ستريتش مسل ريفلكس، تمام، بمنع او اللي بسميها تندون ريفلكس، بمنع الكونتراكشن اللي زياده، بمنع الكونتراكشن اللي زياده، تمام. طيب فشو اللي بيصير في عندي؟ اللي بيصير يا احباب، تمام، انه نعتبر انه انا عندي زي ما بتعرف انه اي عضله ما بتمسك بالعظم مباشره، وانما بتمسك بكونكتيف تيشو، هذا الكونكتيف تيشو بيصل ما بين العظمه والعضله بسميه تندون. شو بسميه؟ بسميه تندون. فانا هون عندي تندون يا احباب، تمام، انا هون شوفي عندي تندون، تمام. هذا التندون في ريسبتور، هذا الريسبتور اسمه جولجي تندون اورجان. شو اسم الريسبتور؟ اسم الريسبتور جولجي تندون اورجان. حلو، حلو. هلا هذا الجولجي تندون اورجان، تمام، بحس التنشن
بيحس التنشن لما يصير في عندي انقباض في العضلة. يعني لو صار في عندي هون contraction، لما يصير في عندي هون contraction تمام، هذا Golgi tendon response بيحس التنشن، بيحس ايش؟ بيحس التنشن تمام، او بيحس قوة انقباض العضلة. فاذا وصلت العضلة الى قوة انقباض معينة بيرسل اشارات الى ايش؟ بيرسل اشارات الى spinal cord تمام. بالسباينال كورد بيعمل انهيبيتوري، بيعمل سينابس مع انهيبيتوري انتر نيورون. هذا الانهيبيتوري انتر نيورون بيعمل انهيبيشن، بيعمل انهيبيشن تمام للموتور نيورون لنفس العضله، بيعمل انهيبيشن للموتور نيورون لنفس العضله، فبيحفز او بيعمل ريلاكسيشن لهي العضله، فبيعمل ريلاكسيشن لهي العضله تمام. فانت هيك بتمنع الاوفر كونتراكشن، يعني بتحس كونتراكشن زياده بتروح ترسل اشارات مشان يصير في عندك ريلاكسيشن، بتروح ترسل اشارات مشان يصير في عندك ايش؟ ريلاكسيشن تمام. هذا بسميه انفيرس مسل ستريتش ريفلكس تمام، او اللي بسميها تندون ريفلكس، بسميه ايش؟ تندون ريفلكس. لاحظوا انه الريسبونس صارت ريلاكسيشن بنفس العضله اللي هي فيها ريسبتور. لو بدنا نقارن انه وياكو هاي الشغله ب الفليكسور ريفلكس، الفليكسور ريفلكس كان فيها كونتراكشن بنفس العضله اللي فيها اللي فيها الريسبتور تمام. طبعا راح يصير في عندي اكتيفيشن للانتاغونستيك مسل، عكس الفليكسور ريفلكس بالضبط، عكس الفليكسور ريفلكس بالضبط. هون راح يصير في عندي انا اكتيفيشن اوف ذا انتاغونستيك مسلز تمام. فلو بدنا نقارنهم هذول الثنتين بالاحمر او بلاش خلينا نكتبها هاي لحالها تمام، شو الاستيمولس لهاي الريفلكس؟ الكونتراكشن اوف ذا مسل، مش الاسترتشنج، الكونتراكشن. لانه زي ما تعرف الكونتراكشن بيقصر العضله والاسترتشنج بيطول العضله، كونتراكشن اوف ذا مسل. طب شو هو الريسبتور؟ تمام، الريسبتور اللي هو ال سميناه انا وياكو الجولجي تندون اورجان، جولجي تندون أورغان هيك اسمه، نحفظه. شو بدنا نعمل؟ بدنا نحفظه. وحكينا أنا هذا الستيمولس كان عن الريسبتور تمام. شو الريسبونس كانت؟ ريلاكسيشن، ريلاكسيشن of the same muscle تمام، ريلاكسيشن ذا سيم مسل. وبما انه هاي الريفلكس بتعمل ريلاكسيشن للمسل، فهي بتعمل انهيبيشن للمسل، يعني بمعنى اخر انا بعمل انهيبيشن للمسل، فبسميها انهيبيتوري ريفلكس تمام، انهيبيتوري ريفلكس. وطبعا مش ذا سيم، وبما انها بتعمل تو ذا سيم مسل، معناته هاي الريفلكس ابسيلاترال ولا كونترالاترال؟ ابسيلاترال. شو يعني ابسيلاترال؟ يعني الريسبونس صارت بنفس الجهه من الجسم اللي فيها الاستيمولس، بمعنى اخر الاستيمولس اجى على الاجر اليمين، صار في عندي ريسبونس على الاجر اليمين تمام. فهي ايش؟ فهي ابسي لاترال. شو الفانكشن تبعتها؟ اللي هو البريفنشن اوف اوفر كونتراكشن يعني تمنع يصير في كونتراكشن كثير قوي، لو ممكن يمزق العضله تمام. طيب فهاي ايش اهم الاشياء. هلا في شغله كمان بدك تحفظوا اياها، انه هاي الريسبونس او هاي انه هاي الريفلكس از بولي سينابتيك، مش مونو سينابتيك، بولي سينابتيك، انها بتعمل سينابس مع مور ذان 1 نيورون، انها بتعمل اللي هو سينابس وذ مور ذان 1 نيورون، فانا بسميها بولي سينابتك. فانا شو بسميها؟ بسميها بولي سينابتك تمام. فهذا بالنسبه للجولدن تندن اورجانز اند سو اون. طيب فهاي بالنسبه للثانيه. هلا الثالثه والرابعه سهلين ترى كيف، ومنطقيين جدا. الريفلكس الثالثه طبعا زي ما اتفقنا انا وياكو، سوري، زي ما اتفقنا انا وياكو انه الريفلكسز اللي ضلوا عندنا دائما بصيروا مع بعض، اللي هم الفليكسور وذ درول ريفلكس والاكستنسور كروس دي ريفلكس. هذول التو ريفلكسز بصيروا مع بعض تمام، بصيروا مع بعض بنفس الوقت بنفس الاستيمولس وبنفس كل شيء. نبلش اول شيء بالفليكسور وذ درول ريفلكس. شو بصير في عندك؟
الفليكسر والدريور ريفلكس نعتبر انه انت تمام دعست على دبوس او على ايش، على مسمار تمام. هلا هذا المسمار تمام او الدعس على هذا المسمار بين رحيم، عندك بين، هو بين فل تمام. فهلا انا لما يصير في عندي بين، لما يصير في عندي الم، راح يصير في عندي اكتيفيشن لايش، للبين نيورونز او بسميهم نوسيسيبتورز تمام. بصير في عندي اكتيفيشن للبين نيورونز او اللي هو البين سنسيتيف نيورونز تمام. فهالشي راح يودي اشارات الى السباينال كورد تمام. هالشي راح يودي اشارات الى ايش، راح يودي اشارات الى وهالشي راح يودي اشارات طبعا لايش، للسباينال كورد تمام. هلا بما انه هالشي ودى اشارات ل للسباينال كورد، حلو الكلام. انا شو بدي اعمل؟ وظيفتي الاساسيه الان انه انا اقيم اجري عن مصدر الالم هذا تمام. وظيفتي انه انا اقيم اجري عن مصدر الالم هذا تمام. فشو بروح اعمل؟ بروح اعمل اكتيفيشن للفليكسور ماسلز تمام. بروح اعمل اكتيفيشن ل الفليكسور ماسلز. فالفليكسور ماسلز شو راح تعمل؟ راح تعمل فليكشن للني، وراح لما اعمل فليكشن للني فانا ببعد الليج تبعتي عن مصدر الالم، ببعد الليد ببعد الليج تبعتي عن مصدر الالم تمام. فانا بعمل فليكشن تمام، فبعمل اكتيفيشن للفليكسورز، بعمل اكتيفيشن لايش، للفليكسورز. بدي اياك تلاحظ انه هاي تمام، انه هاي بتروح على مالتيبل بارتس او اللي هو على مالتيبل ليفلز اوف ذا سباينال كورد، يعني راح تطلع على انذر ليفل اوف ذا سباينال كورد بتفعل انذر موتور نيورون هناك، وبتنزل على الموتور نيورون اللي تحت وبتفعل ايش، او وبتنزل على اللي هو الليفل الثانيه من السباينال كورد وبتفعل الموتور نيورونز هناك تمام. فلاحظوا يا احباء انه هاي الريفلكس بتروح على مالتيبل ليفلز اوف ذا سباينال كورد. وين بتروح؟ بتروح على مالتيبل ليفلز اوف ذا سباينال كورد. واضح الكلام؟ واضح تمام تمام. اذا الفليكسور ويذدرو الريفلكس من اسمها، انا بعمل فليكشن مشان تو ويذدرو، مشان اسحب اجري عن مصدر الالم تمام. عن مصدر ايش؟ عن مصدر الالم. هاي بسميها فليكسور ويذدرو الريفلكس. طيب نعيدها كمان مره. انا في عندي اكتيفيشن للبين ريسبتور تمام. فهالشيء بيودي اشارات للسباينال كورد. لاحظوا انه بيودي لمالتيبل ليفلز اوف ذا سباينال كورد، مش لوان ليفل، لمالتيبل ليفلز اوف ذا سباينال كورد. فانا بعمل اكتيفيشن للموتور نيورون اوف ذا فليكسور ماسلز، بعمل اكتيفيشن اوف ذا موتور نيورون اوف ذا فليكسور ماسلز. فانا بعمل فليكشن لاجري وبديم على مصدر الالم. وكذلك لما تحط ايدك على على مثلا الغاز بالغلط، تعمل فليكشن لايدك وبتقومها، لانه الفليكشن دائما الفليكشن بتسحب لعندك تمام، الاكستنشن بتبعد، الفليكشن بتقرب. فهمتوا علي كيف؟ فيعني هاي شغله اناتومي اوكي، فيري سمبل، يو هاف تو اندرستاند ذس. هاي هي فكره الفليكسور ويذدرول ريفلكس. طب لو نلخصها، شو هو الستيمولس؟ بين والريسبتور اللي هو البين ريسبتور، أو اللي هو بسميه بين سنسيتيف نيورون، اللي هو نفسه بين ريسبتور يعني. طيب وال ال والمس وال وال والريسبونس تمام، يصير في عندي contraction of the flexors، contraction of flexors in the same site، flexors in the same site تمام. وهالشيء بما انه انا في عندي contraction فهي بسميها excitatory reflex، وبما انه على same site بسميها ipsilateral وشو الفانكشن تبعها تمام. الفانكشن تبعها اللي هو to prevent pain، انه انا امنع انه هذا الالم يستمر، بحيث انه انا بقيم اجري عن مصدر الالم. هلا اخر ريفلكس معنا اللي هي الاكستنسور كروس ريفلكس.
هلا يا احباب، الاكستنسوري كروس ريفلكس هي جزء من الفليكسور وذيدرال ريفلكس. اقول لك كيف وليش. تخيل معي انه انت تمام، تخيل معي تمام انه انت قمت ايدك، او اللي هو دعست على دبوس واجرك هاي رفعتها بسرعه، تمام رفعتها بسرعه على الارض، توازنك راح يختل. توازنك انت كبني ادم بالغ عاقل راح يختل، لانك صرت واقف على عجر واحده تمام. فانت بهاي اللحظه بتحتاج لايش؟ انت بهاي اللحظه يا حبيب بتحتاج انك تعمل كونتراكشن بالفليكسور، او اللي هو بالاكستنسور ماسلز بالاجر الثاني. فانت شو بتعمل؟ نفس البين ريسبتور، نفسه، فهمت علي كيف؟ ونفس السنسوري نيورون تمام، بروح بيعمل اكتيفيشن اوف ذا موتور نيورون على هاي الجهه تمام، وبيعمل اللي رايح وين تمام، اللي رايح على الفليكسورز تمام، وبرضه راح يروح بيعمل اكتيفيشن تمام للموتور نيورونز، بيعمل اكتيفيشن للموتور نيورونز اللي بتروح على الاكستنسورز بالاذر ليج، او اللي هو بالاذر ثاي، بتروح بتعمل كونتراكشن تمام، كونتراكشن للاكستنسورز. هلا الاكستنسورز شو بيعملوا تمام؟ لما انت تعمل اكستنشن راح يثبتوا اجرك لقدام، فاجرك الثانيه بتثبت على الارض بدل ما تصير فليكس، لا بتثبت على الارض تمام، وانت بتقيم اجرك الاولى، فهالشيء بيساعدك انك تحافظ على توازنك تمام. فهلا انت الني تبعتك او ركبتك لما ترجعها لورا هذا بسميه فليكشن، لما تقدمها لقدام هذا اسمه اكستنشن. فانت راح يصير في عندك اكستنشن كونتراكشن بالاكستنسورز على الاذر ليج تمام، كونتراكشن على الاكستنسور على الاذر ليج، فهمت علي كيف؟ هي جزء يعني هي تابعه للفليكسور وذيدرال ريفلكس. يعني انت مستحيل يصير في عندك اكستنسور كروس ريفلكس لحالها، مستحيل تمام، وانما هي جزء من الفليكسور وذيدرال ريفلكس. حلو الكلام. طيب هلا لاحظ يا عزيزي الصيدلاني المحترم، انه انا صار في عندي contraction تمام بالاكستنسورز اللي على الاجر الثانية، مش على نفس الاجر اللي صار فيها stimulation of the receptor. صار في عندي انا على الاجر الثانية، يعني انا لو شعرت بالالم باليمين بصير عندي باليمين flexor with the dorsal reflex، بصير في عندي بالشمال extensor cross reflex، بمعنى انه بصير في عندي activation of the extensors بالليفت ليج تمام. حلو الكلام. فمشان هيك الاكستنسور وذيدرال ريفلكس تمام هي عباره، هي اكسايتاتوري ريفلكس لانها بتعمل كونتراكشن، ولكنها ايش؟ ولكنها كونترالاترال، ولكنها ايش؟ كونترالاترال. طبعا هاي عدلوها الاكستنسور الاكستنسور كروس ريفلكس اوكي. فهاي هي الوحيده اللي هي ايش؟ اللي هي ابسي لاترال، الوحيده اللي هي ابسي لاترال تمام. طيب فهيك احنا بنكون انهينا جميع الريفلكسز اللي راح نحكي عنهم. خلينا نعمل جدول بسيط يعني قبل ما ننهي المحاضره. هذا الجدول البسيط بنناقش فيه انا وانتم، اللي هو المقارنه تمام ما بين الريفلكسز. حلو الكلام. طيب لو اخذنا عملنا هون التايب اوف ريفلكس، طيب هون التايب اوف ريفلكس، وبدنا نحكي انا وياكو اول خانه راح نحط فيها انه اكسايتاتوري، سوري اول خانه راح نحط فيها الاستيمولس والريسبتور تمام، والخالة الثانية راح نحط إذنها إكساتاتوري أو إنهيبيتوري. هل هي هاي الريفلكس إكساتاتوري أو إنهيبيتوري؟ والخانة الثالثة راح نحط فيها كونترالاترال أو إبسيلاترال. لطيف
هي كونترا او ابسي. تمام. طيب اول اشي هما حكينا زي ما اتفقنا وياكم ان هما فور ريفلكسز مينلي. فانا وياكم نخلصهم وننهي المحاضرة. تمام. اول واحدة كانت ايش؟ كانت ستريتش ريفلكس. تمام. الستيمولس بالستريتش ريفلكس شو كان؟ كان ستريتش والريسبتور كان مسل سبندل. هي عبارة حكينا اتفقنا انه هي ان اكسايتاتوري واتفقنا انها ابسي لاترال. تمام. في عندي انا انذر اللي هي الانفيرس ستريتش، انفيرس ستريتش ريفلكس. تمام. حكينا الستيمولس اللي هو كونتراكشن حكينا هو عبارة عن كونتراكشن. تمام. وحكينا اسم الريسبتور اللي هو الجولجي تندون اورجان. وحكينا هي عبارة عن انهيبيتوري ريفلكس لانها بتعمل انهيبيشن او ريلاكسيشن اوف ذا سيم مسل، وهي عبارة عن ابسي لاترال. تمام. حكينا الثالثة اللي هو الفليكسور ويذدرول ريفلكس وذ درول ريفلكس. تمام. حكينا انه هاي الريفلكس البين والبين ريسبتور. تمام. وحكينا انه هي عبارة عن اكسايتاتوري ريفلكس لانها بتعمل اكسايتيشن او اكسايتاتوري لانها بتعمل كونتراكشن لفليكسورز. تمام. اكسايتاتوري على فليكسورز اوف ذا سيم مسل ولا ديفرنت مسل على السيم سايد اوف ذا ليك يعني ابسي لاترال. تمام. اخر وحده سميناها الاكستنسوري كروس ريفلكس، اكستنسوري كروس ريفلكس. تمام. الستيمولس لها نفسه البين والبين ريسبتور. حكينا انه هي اكسايتاتوري. الاشي اللي مميز فيها ايش هي؟ الاشي اللي جدا مميز فيها انها كونترا لاترال. غير اللون شوي. كونترا لاترال. تمام. فلاحظوا عندي هون في هذا الجدول. تمام. الوحيدة الكونترالاترال هي الاكستنسور ويذدرول ريفلكس، والوحيدة الانهبيتوري هي الانفيرس ستريتش ريفلكس او الجولجي تندون ريفلكس. تمام. هذا الجدول بيلخص اهم الاشياء اللي بتنسألوا عنها في هاي المحاضرة. طبعا انتوا ركزوا دائما على الفروقات، يعني ركزوا انه هاي انهبيتوري وهاي كونترالاترال. تمام. الاشياء المختلفة. هذا وكان الله بالسريع عليه. ان شاء الله محاضرة خفيفة لطيفة عليكم، ونراكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله.